وصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في النهاردة نشاط للرياح على بعض المناطق، وشبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها، خصوصا المنخفض العلوي البارد اللي يعني وصل مصر دلوقتي. خلينا نقول ان احنا في استقرار تام في الاحوال الجويه، مزيد من التحسن في قيم درجات الحراره فتره النهار وفتره الليل، لان احنا هياثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وده المرادف للمنخفض العلوي البارد. يعني منخفض جوي في طبقات الجو العليا هو الحوض العلوي البارد اللي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 كيلو الى 6 كيلو من سطح الارض. ده هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه خلال فترات اليوم، وتحديدا كمان في فترة الصباح الباكر، فبالتالي بيحجب جزء من أشعة الشمس وبيساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير. بيعمل كمان على انخفاض درجات الحرارة، لأن احنا متوقع أن يكون في انخفاض طفيف في درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية وخاصة في المحافظات الشمالية. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن هي تكون 32 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي فترة الظهيرة تحديدا مع يعني وجود أشعة للشمس بيبقى في أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وكمان محافظات شمال الصعيد، أجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة، لكن في فترة الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر بيكون في انخفاض في درجات الحرارة. طبعا انخفاض درجات الحرارة بيبدأ خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، بنبدا تدريجيا نحس بيه اكثر خلال فتره الليل المتاخر او فتره الصباح الباكر. صغرى فتره الليل بدات تنخفض، وبدانا نحس بمزيد من التحسن في الاحوال الجويه خلال فتره الليل. اجواء لطيفه تماما في معظم محافظات شمال البلاد، معتدله في جنوب سيناء وجنوب الصعيد ده خلال فتره الليل، خاصه كمان ان احنا في فتره الليل بيكون في انخفاض في نسب الرطوبه، ده بيساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض درجات الحراره. وزي ما قلنا وجود السحب بشكل كبير فتره الصباح الباكر بتساعد ايضا فتره الصباح الباكر على تلطيف الاجواء، فده اللي بنقوله في مزيد من التحسن في قيم درجات الحراره فترة النهار، وخاصة كمان معانا فترات الليل وفترات الليل المتأخر. بالإضافة كمان هيكون معانا اليوم فرص لسقوط الأمطار، وهي أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، يعني كلها أمطار خفيفة هنشوفها على فترات متقطعة من اليوم، ممكن كمان نشوفها في بعض المحافظات والمحافظات الأخرى لا غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، بل بالعكس هتساعد إن احنا نحس بمزيد من التحسن في الأحوال الجوية. مازال متوقع معانا تكون لشبورة مائية فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. الشبورة المائية دي بتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي أيضا سرعان ما بتختفي أو تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا نقدر نقول الساعة 7 8 صباحا تدريجيا الشبورة المائية بتبدأ تختفي، الرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق. حتى كمان نشاط الرياح اللي موجود معانا اليوم هو نشاط نسبي للرياح في بعض المناطق من القاهرة الكبرى أو محافظات الوجه البحري، بعض المناطق من سيناء والسواحل الشمالية، هو نشاط نسبي غير مثير لأي رمال وأتربة، فقط هيخلينا نحس بمزيد من التحسن في الأحوال الجوية وخاصة في ساعات المغرب وفترات الليل. فالأجواء الحمد لله مستقرة تماما، نقدر نستمتع بالأجواء، لأن كمان الاستقرار في الأحوال الجوية ده متوقع أن هو يكمل معانا على الأقل لمنتصف الأسبوع القادم. هتظل درجات الحرارة حول المعدلات 32 عظمى على القاهرة الكبرى، ويمكن كمان دي أقل من المعدل بحوالي درجة، وده هيكون في معظم محافظات الجمهورية. فصل الخريف إن شاء الله متوقع أن هو يبتدي بداية يوم السبت المقبل، هيكون لسه في استقرار وتحسن في الأحوال الجوية. احنا فصل الخريف بيستمر معانا قرابة الثلاث أشهر، دايما فصل الخريف المعروف أنه هو ربيع جمهورية مصر العربية، بيحصل فيه اعتدال بشكل كبير في درجات الحرارة، يعني درجات الحرارة في معظم أيامه ما بتكونش مرتفعة بالشكل الكبير ولا منخفضة بالشكل الكبير، لكن النص الأول من فصل الخريف
بيكون في بعض الايام فيها ارتفاع في درجات الحراره، كمان بيتخللوا حالات من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه فصل الخريف، وخاصه في المناطق اللي موجوده في سلاسل جبال البحر الاحمر او الصعيد او بعض المناطق من سيناء. وخلال هذا العام هيبقى في تكرار لحالات السيول نتيجه الطبيعه الجبليه والجغرافيه في محافظات السلاسل او سيناء او الصعيد. وطبعا كميات الامطار كمان هتبقى اعلى من المعدلات، وده المتوقع خلال هذا العام. وايضا امطار على المناطق الساحليه او شمال البلاد، وايضا متوقع يكون فيها كميات الامطار اعلى من المعدل. لكن احنا طبعا قبل اي حاله جويه ويكون في حالات من حالات عدم الاستقرار قبلها بوقت كافي هنعلن، قبلها ب 72 ساعه هنعلن وهنعمل تحذيراتنا ان شاء الله. لكن بصفه عامه الاحوال الجويه على الاقل زي ما قلنا في الاول لحد يوم الاثنين اللي جاي او منتصف الاسبوع القادم مستقره تماما في معظم محافظات الجمهوريه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 32 والصغرى 24، العاصمه الاداريه 33 23، اسكندريه 30 24، العالمين الجديده 29 22، مطروح 29 22، دمياط 30 24، بورسعيد 31 24، الاسماعيليه 30 23، السويس العظمى فيها 32 والصغرى 23، العريش 31 22، كاترين 30 15، وطابة 33 25، حلايب 32 28، شلاتين 36 26، شرم الشيخ 38 27، الغردقة 37 26، الفيوم العظمى فيها 37 والصغرى 23، بني سويف 34 23، الوادي الجديد 38 20، اسيوط 36 21، سوهاج 37 23، قنا 39 23، الاقصر 39 23، واخيرا اسوان العظمى فيها 40 والصغرى 26. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه. ومره ثانيه نروح لشاذلي ومننا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا